نتابع. إذن في هذه اللحظات وصل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله إلى مجلس الشورى، رئيس مجلس الشورى، أعضاء وعضوات في استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين وفي انتظار خطابه الكريم الذي يلقيه بعد قليل لافتتاح أعمال السنة الجديدة والذي يحدد السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية وما يتضمنه هذا الخطاب. في هذه اللحظة نرى أعضاء وعضوات مجلس الشورى يصافحون سيدي خادم الحرمين الشريفين ويستقبلونه بكل حفاوة وتكريم ويتلقون منه التوجيهات الكريمة. لا زال أعضاء الشورى يتشرفون بالسلام على مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وهو يتواجد الآن بينهم وفي مجلس الشورى لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى. كذلك عضوات مجلس الشورى يتشرفنا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. وصول سيدي خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى ينعكس تماما على أعضاء وعضوات مجلس الشورى في